السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نخدم معكم هذا الموديل. بالنسبة لي أنا طبقته في 2 متر و40 سنتيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة بنت لالا نجي. الفيديو اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نطبق معكم الموديل اللي شفتو معايا في الصورة. إذا على بركة الله شحال غادي تحتاجو ديال الثوب؟ الطاي مويان العادية غادي تحتاج 2 متر و50 سنتيم ولا 2.40 على حسب إلا كانت مزيداش الوزن بزاف. بالنسبة للسامينات اللي زايدين في الوزن غيحتاجو 3 متر. كذلك بالنسبة للطويلة فغتاخد القياس، مثلا إلا كان عندها 1.5 متر، كاين يعني بعض المرات كيكونو طوالين يعني من هنا حتى لهنايا عندها 1.5 متر مثلا، غتاخد هذا القياس هذا حتى لهنا حتى السنتيم يقيس الأرض يكون مضروب في 2 مربص، وغتخدم ماشي بالعرض، غتخدم العكس يعني تخدمه بالطول. دونك على بركة الله نحاول نختصر لكم. كناخد الثوب ديالي اللي هو هذا، هذا هو الطول، مثلا عندك 2.50 متر ولا 2.40 او لا 3 متر على حسب، هذا هو الطول وهذا هو العرض. كناخد الثوب ديالي كنطوي على 2 هكذا، بحيث ان حافة القماش تكون عندي الفوق، يعني هذه هي حافة القماش، وغادي نطويها بهذا الشكل. نحاول نقاد هذا ورجع معكم. هكذا كنطوي الثوب ديالنا بهذا الشكل، الجهه اللي مفتوحه كتكون من عندي والجهه اللي مغلقه من الجهه من لهنا. غادي نطوي ونخلي غير القيمه ديالكم فقط. شحال هي هذه القيمه ديالكم؟ هي نصف عرض الكتف زائد تخليو القيمه اللي غديروا فيها الكشكشه. الا كنتو غديروا كشكشه كتزيدوا تقريبا على حسب الثوب اللي عندكم، على حسب الثوب اللي عندكم. اما بغيتوا في الجلايل يعني في اسفل الموديل يكون فيه اقل قيمه تكون فيه 45 هكذا ولا 50، فهاد القيمه هذه على حسب الثوب اللي عندكم. مثلا عندكم 2.50 ولا 2.40 سنتيم، سا ديبو على حسب زعما اللي. بالنسبه لي انا تقريبا كانت عندي من هنا لهنا نصف عرض الكتف زائد شي 5 سنتيم تقريبا، فهذيك الزياده انا شكلتها باليد تقريبا هكذا، غير باليد. تنوريها لكم الموديل اللي كنتكلم عليه، هذا هو الموديل. بالنسبه لهذا الموديل صراحه كيتخدم بالباترون وكيتخدم بطريقه اخرى، ولكن ما كيصدقش مزيان، لكن الطريقه اللي نعطيكم غادي تصدق لكم 100%. ها هو الشكل ديالو كيفاش كيجي بدون اخطاء، وهنا راه بدون ميكوات ولا فينيسيو، ما في ما فينيش يعني كيف كملتو هكذا. حاجه ملي كنعطيها لكم حتى كنكون جربتها انا الاولى عاد نعطيكم الموديل. صافي، هنا كتلاحظوا ما كاينش داك الثوب اللي كيجي من هنا منفوخ ولا شي حاجه، كيجي نورمال. ها نتوما كاينش خطا. يلا اخواتي باش ما نضيعوش الوقت، باش ما نطولش الفيديو، هادشي اللي كاين هنايا غادي نبداو نحطو المقاسات. كيف كتشوفوا معايا الثوب كيف هو كيفاش داير، هاد التركيز اولا التتيم يعني باش نكملوا هاد حلقه الابد ما كنديرهاش هنا، لان يعني هنا خطا. الا درتوها في هاد البلاصه هادي كيجيكم كتجي هاد البلاصه هادي كتجي منفوخه، كتجي في هاد الشكل هذا، كيعطي واحد المنظر ما كيجيش زوين. صافي، كتجي هاد البلاصه ما كتعطيش واحد الشكل مزيان. اما الطريقه اللي غنخدم معكم كيجي طبيعي، كيجي مزيان. نقرب لكم الصوره ونبداو على بركه الله. فاول حاجه كنحتاجوها عرض الكتف مقسوم على 2 زائد 1 سنتيم من الخياطه، نميل ب3 سنتيم، طيح الكتف 3 سنتيم من هنا لهنا، كنزل من هنا لهنا 8 سنتيم ونزل ب2 بالنسبه للخلف، وكنزل كذلك من هنا لهنا كنزل ب14 سنتيم. اذا ما بغيتوش مثلا فيه لا فتحه ولا ازرار، بالنسبه اللي بغى فيه بغيتو فيه السنسله او يعني السحاب من هنا لهنا، ولا يعني السحاب اللي بغيتو ديروا فيه فغديروا الفتحه هنا تلصقوا هنايا السحاب. اذا على بركه الله اخواتي غادي نكملوا الدرس ديالنا باش ما نطولش عليكم. ولا نسات لايك ديروا، الله يجازيكم بخير، باش كطلع الفيديوهات ديالي في المحرك ما كتكونوا تبعتو كيطلع لكم. هكذا من هنا لهنا نصف عرض الكتف زائد 3 سنتيم اللي غادي تزيدوا صار 4 باش كيكون الموديل مريح. نحط ربع الصدر زائد 3 سنتيم، نسطر الخط ديالي هو هذا، رسم تقويره اولا حرده الابط بهذا الشكل هذا، نقسم هاد القيمه على 2 وكندخل من هنا لهنا ب2 سنتيم او 1.5 اللي بغيتو باش ترسموا الامام والخلف. بالنسبه لي انا ما درتش هاد العمليه هادي، ما احتاجيتهاش، دونك ما درتش هاد النقطه هادي ما استعملتهاش. من هنا لهنا نزلت ب2 سنتيم، من نصف هذا النصف هذا انا نزلت ب2 سنتيم، نتمنى ان شاء الله يكون واضح. ومن هنا لهنا نزلت ب5 سنتيم ولقيتهم مع بعضياتهم بهذا الشكل، هاد 5 اللي نزلت بها مع 2 اللي نزلت بها لقيتهم مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا. غادي نشوف هاد القيمه هذه كل وحده شحال تكون عندها، نتوما تشوفوا القياس اللي خرج لكم، على يعني حسب القياس اللي خرج لكم غتحسبوا هاد القيمه من هنا لهنا وغتحسبوا من هنا لهنا.
كنجي من البدايه ديال الثوب، كنبدا من البدايه ديال الثوب وكننزل بنصف عرض الكتف بهذه الطريقه. ننزل من هذه النقطه هذه حتى لهنا نصف عرض الكتف، مثلا هي هذه في المثال نصف عرض الكتف بدون اضافه خياطه، نصف عرض الكتف. وغادي نجي لهنايا ونقلب على هذه القيمه من هنا لهنا، نحسبها نشوف شحال عندي انا. بالنسبه ليا نرجع لكم الصوره، بالنسبه ليا انا كل واحد شحال تخرج ليها على حسب نتوما الصدر شحال عندكم في الربع. هذه القيمه من هنا لهنا حسبتها لقيت عندي 8 سنتيم، هاد 8 هذه، ومن هنا لهنا نصف عرض الكتف جاتني، نصف عرض الكتف جاتني انا دبل ما قلت انا هنا واخا. وبديت كنبحث على ديك 8، هاد القيمه هذه من هنا لهنا كنبحث عليها هنايا هكذا هكذا حتى لقيتها، لقيت ديك 8. شوف الاول فين حطيت النقطه، وجيت حسبت من هنا لهنا 10 سنتيم اللي لقيت. نتوما على حسب نتوما شحال عندك، كل حدا تشوف القياس اللي عندها. من بعد حطيت 10 سنتيم، لقيتها جات في هذه البلاصه وسطرت هذه البلاصه، ومن بعد درت هنا 8 باش يكون عندي بهذا الشكل. من بعد رسمت التقويره ديالي عاديه، شفتوا انا هاد الكماله ديال التقويره ما درتهاش هنا الفوق، لان الا درتوها تما يكون عندكم خطا. بالنسبه لهاد الطريقه على حسابي خدموها غتخرج لكم 100%. من بعد اخواتي قلنا كنشوفوا هاد القيمه هذه كنبحث عليها حتى نلقاها، وهذه من هنا لهنا حتى هي نشوف من هنا لهنا حتى نلقاها، كنلاقي هاد النقيطات مع بعضياتهم حتى نشكل هاد المربع هكذا ولا. من بعد كنرسم التقويره ديالي بهاد الشكل. غادي نحسب من هنا لهنا، نخلي تقريبا 3 سنتيم، سنتيم ونص ديال هاد القطعه وسنتيم ونص ديال القطعه اللي في الاسفل، وكنرسم واحد الخط بهذا الشكل هذا يعني هكذا، نرسم واحد الخط. هاد الثلاثة اللي قلنا من هنا لهنا غادي نقسمها على 2 سنتيم ونص هنا وسنتيم ونص هنا، كذلك من هنا نطلع بسنتيم ونص نبدا كنحط نقاط هكذا. الطول غنخليه هو الاخير، هذه سنتيم ونص، حتى هنا ننزل بسنتيم ونص، سنتيم ونص ديال حق الخياطه، هذه القيمه اللي كنخلي حق الخياطه. صافي الطريقه جد سهله وبدون باترون. صافي هنا قلنا غادي نديرو فيه السحاب، اللي بغات ديرو، اللي ما بغاتش. بالنسبه للنساء المرضعات ديرو، بالنسبه اللي ما بغاتش دير هذه الفتحه ولا ما تحتاجهاش. دونك هذه هي القياس ديالنا، هذا القياس هذا اللي هذا كامل كيتجمع حتى تصبح قد هذه. صافي العرض شحال غادي ديرو، كنستغلو هذا العرض كامل، قلنا كنحيدو غير القيمه ديالكم والباقي كامل كنستغلو. من بعد غادي نقطع هذا الجزء بوحده وهذا بوحده بهذا الشكل هذا هكذا. هذه التقويره ديال الخلف هكذا، نقطع هكذا كذلك القطعه الاولى، القطعه الثانيه هكذا، ونفصل الكم على هذا الجزء هذا الامام والخلف هذا، نفصلو فيه لكم. هنا غادي نحيد هاد القيمه هذه اللي هي حرده الاباط بهذا القياس بهذا الشكل هذا هذا مثلا هكذا. دابا غادي ناخذ هاد القطعه هذه مثلا الامام ولا الخلف اللي خديته، وكنحط سنتيم ونص فوق سنتيم ونص بهذا الشكل هذا. نحاول نقرب لكم الصوره حتى يكون كل شيء واضح ان شاء الله. هانتوما سنتيم ونص فوق سنتيم ونص، ما كنحطهاش بهذا الشكل، كنحطها هكذا بهذه الطريقه هذه اللي كيف تشوفوا معايا، ونثبتها بواحد الدبوس مثلا. من بعد نشوف حدا واحد ليبرا هكذا بهذه الطريقه، ثبتها هكذا. هاد هنا ما تديوش عليه، المهم عندنا هو هاد القطعه تجينا نيشان، ما تكونش مايله ولا شي حاجه، تكون نورمال. صافي سنتيم ونص فوق سنتيم ونص، نبداو نحطو الطول ديالنا هكذا من هنا لهنا، نحط الطول زائد 4 سنتيم حق الخياطه. نفترض مثلا هي هذه هكذا نقاط هكذا، كيجيوني جوانب طالعين وكيجيني الموديل غزال. انا لبستو قبل ما نوريه لكم هكذا بهذا الشكل، سمحوا لي ما كاش كيبان لكم. المهم هانا حطيت السنتيم هنا، يرجع الصوره بهذا الشكل هذا، حطيت السنتيم هنايا، كنبدا نحط الطول ديالي زائد 4 سنتيم بهذا الشكل. من بعد غادي نقطع هذا الجزء هذا، كنقطع هذا الجزء هذا، كناخذ القطعه ديالي قلنا هذه الشيء هذا الامام، نقطع هذا الجزء هذا. هنا غديروا ليها التبطين بطبيعه الحال، التبطين راه طريقته سهله، يعني كتحطوا الثوب على اثنين هكذا وتفصلوا هاد الجهه هاد الامام، وكذلك نفس الطريقه بالنسبه للخلف. انا ما بغيتش نطول عليكم وصافي باش نختصروا هكذا. دابا كناخذ هذه القطعه هذه، اول حاجه كندير غرزه كبيره في الماكينه، كبر الغرزه
وكنجبد الخيط حتى يصبح هذه الجهه هذه تصبح نفس القياس ديال هذه بهذا الشكل. هذا هذا الجزء هذا يصبح عندي قد هذا، وهذه تكون قد هذه. غادي ندير فيها كشكشه باش ما نطولش عليكم، لان غير الورق هكذا. نحاول نكمشو ونرجع معكم. مثلا هكذا درنا كشكشه، كنحط هذه القطعه هذه الوجه على الوجه بطبيعه الحال. هذا الجزء هذا غادي نحطه هنايا في المنتصف، ضروري ندير واحد العلامه في النص ديال القطعه اللي هو هذا. نجيب هنايا هذا هو النصف مثلا، نحط هذه القطعه هنا نثبتها بواحد الدبوس، وكنجي نجمع هذه الجهه هذه مع هذه، هذا الجزء هذا مع هذا. نبدا من هنايا كنخيط كشكشه بطبيعه الحال، خاصها تكون من الفوق ضروري تكون هذه الجهه هذه الفوق، القطعه اللي كتكون فيها كشكشه. بالنسبه للانواع القماش يكونوا الانواع اللي كيكونوا خفاف ما يكونوش غلاظ، مثل ريحانه كريب خفيفه اللي ما كتكونش غليظه بزاف بحال يعني هكذا. الثوب اللي كيكون حتى الثوب ديال الخيط ممكن تخدموا فيه، الثوب الخمارات يعني رشاد سميتو او المستقبل هكذا. غادي نخيط هذا الجزء بوحدو، من بعد نجمع هاد الجهه بالكشكشه، وكنخيط هذا القنت هذا بهذا الشكل هذا. دابا كنخيط من هنا حتى لهنا ونرجع معكم. يعني بهذه الطريقه هذه كيصبح عندي الشكل هذا هكذا. كيكونش عندي هذاك المشكل اللي كيجينا من هنا، كيجي الموديل بحال اللي عوج، كتجي البلاصه منفوخه كيجي عوج. هذا هو السر ديال الموديل ديالنا باش يستقلنا 100%. بالنسبه لهذه الطريقه هذه، هذه هي اللي كيديروا لها بحال هكذا، كيحطوا هذاك الجزء هنايا كيكملوا به هنا. مثلا حرده الابط اللي خدمت معكم دابا اللي شرحت لكم اللي كيديروها هنايا، هذاك الصراحه كيجي مشكل في الموديل. المشكل اللي كيكون هو هذا مثلا هكذا. مثلا اللي جيت انا في النهايه ديال الثوب هذا الجزء هذا حطيته انا هنا، غادي نجيب فاش نجي نجمع الثوب كيعطيني هذا الشكل كيجي من هنا بحال اللي من فوق، ما كيعطيش واحد الشكل. اللي مجربه راه غادي تفهمني شنو بغيت نقصد ليها. بالنسبه لهذه الطريقه هذه اللي عطيتكم انا، شوفوا معايا ها هو هذه القطعه بوحدها وهذه بوحديتها. يعني ملي كتجمع هذا الجزء هذا كيجي هنا، هذه كتجمع كشكشه طبيعه الحال. حنا نقطعوا من هنا، يعني هذا الجزء هذا غادي يتجمع مع هذا، غيصبح عندنا كشكشه. هادشي اللي كاين اخواتي، بصحتكم وراحتكم الدرس اليوم. غادي نوريكم الطريقه ديالكم، الطريقه ديالكم. غادي ناخذ نصف عرض الكتف، قلنا شحال ما عندكم مثلا كان ثوب كبير يكون احسن، الا كان 52 تكون احسن. غادي يبقى لكم ديك القيمه اللي بقات هنا، ماشي مشكل، الاخر ديروها كشكشه اولا بليات باليد. يعني هاد القيمه كامله نقسمها على اثنان، والنص ديالها هو اللي كنطلع به من هنا لهنا. كنرسم واحد الخط مباشره حتى لهاد البلاصه، نقسمو على اثنان، وهذا الجزء على اثنان، وهذا على اثنان. هنا كننزل بواحد سنتيم، هنا كنطلع بسنتيم. رسمت التقويره ديالي، ما بغيتش نعاود معكم لكم باش ما نطولش عليكم، حيت خدمت معكم بزاف المرات فلا داعي. يعني نحاول نخدم معكم شي حاجه اللي ما سبقليش درتها معكم. من هنا لهنا الطول ديالكم كامل نزيد عليه 3 سنتيم زائد 6 سنتيم حق لاستيك. هادشي اللي كاين اخواتي، بلا ما نطول عليكم، صحتكم وراحتكم الدرس اليوم. ما تنسونيش بلايك، لان اليوتيوب ملي ما كيكونش الفيديو فيه لايك يعني يجين بزاف، كتقول بان الفيديو ما صالحش، دونك ما عجبش الناس. فلهذا ما كتقترحوش على الناس. ملي كتكونوا كتبحثوا على شي موديل مثلا سروال ولا اي حاجه، ما كيطلعش الفيديو ديالي هذا مكان. فضلا وليس امرا، والسلام عليكم.